سبع سنوات ابتدأوا مشوارهم الفني ضد كل التوقعات لهم بالنجاح. البعض اعتبرهن موضة والبعض الآخر قال إنها غيمة عابرة في المشهد الفني المحلي. لكن مع مرور الزمن أعضاء فريق الدام سهيل وتامر نفار ومحمود الجريري أثبتوا إنه الراب العربي ما مات ولا رح يموت. الراب العربي دام ورح يدوم. بداية فريق الدام منهنيكوا على الألبوم الجديد وعلى العرض اليوم بمسرح الميدان. حابب أسألكوا أو نعمل زي تلخيص صغير للسبع سنوات اللي مرت عليكم. الدام طلع كنا نعمل حفلات بالقوة. أول حفلة كانت لنا بعيد ميلادي، تاني حفلة كانت بعيد ميلاد تامر اللي هو فرق نص سنة تقريبا. إسا طبعا فيش وقت تعيدوا عياد ميلادكو. بالضبط، عيد ميلاد تامر ما كناش بالبلاد. عيد ميلادي أكم من سنة إلي مش معايده بالبلاد برضه. طلع هدول سبع سنين شت يعني. أنا كنت 17 وكان 18، تامر بالعشرين. كل إشي فينا تغير بزن، لأنه إحنا مراحل، إحنا مرقنا مراحل. الألبوم أخذ 4 سنين. من الأغاني، من أغنية لأغنية بتقدر تعرف بأني مرحلة تسوت الأغنية، بأنو مرحلة شت وعي تسوت الأغنية. طلعنا على حفلات بالعالم وتقابلنا كتير عالم اللي زادولنا وعي، زادولنا كتير أشياء اللي حطيناها بالموسيقى. الموسيقى تاعتنا كتير مرات يعني لهلأ إحنا منجرب نخلق دايما إشي جديد لقدام، اللي هو حطينا موسيقى عربية وموسيقى غربية. بروفيشنال صرنا من ناحية يعني مخدينها عن جد بجد كل الموسيقى اللي إحنا نسويها. النجاح كان تقيل علينا، إنه ما عرفنا كيف نحمله الصراحة يعني، واضطرينا إنه مش نربي عضلاته وبعدين نحمل إيش، لا نربي عضلاتنا حسب اللي وقع علينا يعني، نبدأ نتحمل هذا التقول. والإشي غير إنه صار يعطينا أكتر إيمان لبعد، فهمنا بعد رؤية أكتر بعيدة يعني. إنه إحنا تخيلنا نعمل حفلة باللد وقتها وفجأة عنا 2000 كل يوم حفلة، 2000 بني آدم بحيفة، 3000 بني آدم بالناصرة. ذكرت التقرير اللي نعمل حوالي قبل 7 سنين، نشوف التقرير ونرجع للمقابلة. دام، هذا الاسم اللي اختاره أعضاء أول فريق راب عربي من مدينة اللد. اركب هالسيارة، حط لك هالأمورتين جنبك، حط الذهبات وهالدولارات بإيدك وسنان الدام. هاي بيفكروا الراب. ايش دك جيب دغري، بقول لك تسوي ايش، دك تهبل، دك جيب مرسيدس، تقول معي مصاري، ايش الهبل. بس الراب بأصله الراب عبارة عن تعبير للوجه. العربي حمل 9 ومفكر حلو رفعة، بينزل ويف 7 ومن رفعة بصير عبرة اللي داوي، فكر اللي سموم هم الداوي، سرقة سكر شوارع هو هاوي. حسب رأي أعضاء فريق الدام، إنه مش عيب إنك تحب المجد والشهرة، وهذا طبعا مش على حساب عرض معاناتنا وعشان نوصل لأكبر عدد من المستمعين. مفتوح والدخول له مسموح، كمان عربي انطاح الحكومة. بس المحلات اللي يعني الجن الأزرق ما وصلهاش، بدي أوصل يعني، هاي الحلم انترناشونال. مصر، لبنان، أردن، يمن، وين فكرين ما نوصلش بيكون أسهل، عشان فكرين نوصل كل محل، بدنا نوصل كل محل. محمود، بعدك عند كلامك إنه رح توصل على اليمن وعلى الدول العربية هاي كلها؟ كون صادق شوي يعني، مش يعني إذا إحنا بكرة طالعين على الأردن فهي دولة عربية وإحنا رايحين ونسوي حفلة غاد لناس اللي هم عرب. إذا إحنا رايحين على كازابلانكا في المغرب هاي برضه دولة عربية. ففي في في محلات وصلناها، وفي محلات رح نوصلها، بس في محلات اللي مثل ما تامر حكى في حواجز سياسية، في حروبات بينهم اللي إحنا منقدرش نوصل لغاد. بس موسيقتنا وصلت، موسيقتنا بيعرفوها باليمن، الدم معروفة بلبنان، الدم معروفة بتقريبا كل محل الوطن العربي بيعرفوا مين هي الدام. وصلنا كتير محلات بس للأسف إلى اليوم مش وصلين، غزة، نابلس، اللي هم محلات والعالم العربي اللي هلأ مش وصلينه. وبدي حلمي أوصل أعمل حفلة بغزة، بس اليوم في ناس اللي هي مش قادرة تطلع من غزة تجيب أكل لغزة يعني بنفس الوقت، فاهم؟ ففي بخلال 7 سنين بقعد برجع للسؤال سألتني وبجابك بالسؤال هذا، في واقع هنا اللي هو أقوى منا، فيهم ناس مع بدلات، ناس مع فيهم سياسة، في هون رؤوس أموال اللي ما بتعرفك شخصي بس بتكتب لك بتكتب حياتك يعني.
الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي. طبعا عم نلاحظ انه خلال السنوات تم هناك تغيير بالنسبه لاسلوب الموسيقى اللي بتقدموه باغانيكو، واتخذتوا يمكن القضايا السياسيه كخط اساسي للنوع، نوع الفن اللي عم بتقدمه. هل كان هذا عائق بالانتشار، للانتشار داخل الدوله؟ الخط الوطني ما عملناش مشاكل بس بالبلاد، الخط الوطني يمكن هو برضه احدى الاشياء اللي بتوقفنا برضه انه ما نفوتش العالم العربي. بدنا نوصل كله، بس في دائما مبادئ اللي هي الواحد بيبدا يفكر بكل شيء قبل ما يسويه. فإذا أنا بدي أكون فنان بحترم حاله، أنا بدي أعكس الواقع اللي أنا عايش فيه، أنا بدي أعكس الواقع اللي الشعب بتاعي عايش فيه. مينفعش أعيش بعالم خيالي لإلي لحالي، أقعد أغني على السيارات وعلى الحب لما أنا مش عايش هذا الواقع. Some people call us terrorists, some people love our hummus, and some people say poor Arabs. And I say fuck three of those guys. We have fucking culture. Yes. في جيل رايح على كتير أشياء مش مهمة بالحياة، ينسى مع صوت من شباب زين اللي أول إشي عم بيحكوها من طريق موسيقى هذا الجيل بحبها كتير مهم. يعني إحنا لازم كمان نلائم حالنا لهذا الجيل بأي طريقة بدنا نتوجه له. بصيرش نحكي مع جيل شاب بحب يسمع راب بشكل عام، نيجي نحكي له على منصة ونحكي بالأيديولوجيات والسياسية ونفهم وضعنا إحنا كأقلية فلسطينية داخل إسرائيل من خلال منابر. Great music, they're doing really good vocals and they are doing a communication between the two sides of Israel and Palestine as far as I understand from the translation. Do you understand anything from the lyrics? No, but I bought the CD and I read the translations of the lyrics and I thought it's really really great and that's why actually I picked them for my documentary. Because they actually say don't use a gun but use the pen or use the music or don't get aggressive, don't stick to one side too much and take in consideration that the women are also part of society. And this whole, if you read the translations you will see that it's very very open-minded and not narrow to one opinion. لما بتوعى بتطلع بتشوف العرب اللي هنا هم 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 الشريحة المظلومة تاعنا دي هلا، هم الشريحة المسجونة، هم الشريحة اللي تايها. طلع بتطلع بصورة أوسع، هدول العرب 48 بطلنا لي برضو بحيفة في بالحليصة في هيك وبرضو بالنصرة في حارات هيك، فصرنا عرب 48. إيش معنا بس العرب؟ آه هم بدهم مشي، أنا هدول يهود، ها فلسطين، ها لحالك بتوصل يعني، هذا كله بتربط ببعضه يعني. أوكي، بما إنه حكينا على المواضيع السياسية لابد إنه نشوف مع بعض كليب مين إرهابي. مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، مكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما تلت إجدادي. أجل الخنون عالفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية، كثر ما اغتصبت النفس العربية. هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية، يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت. ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار، ما لهمش اهل يدبوهم بالدار. ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار، وقلع لما وجع الفار بتناديني إرهابي. مين إرهابي؟ انا إرهابي، كيف إرهابي وانا عايش في بلادي؟ مين إرهابي؟ انت إرهابي، ماكلني وانا عايش في بلادي. ليش إرهابي؟ عشان دمي مش هادي، حامي عشان رافع راسي وارض بلادي، قتلوا حبايبي انا لحالي، اهلي تشردوا راح اضلي انادي. انا مش ضد السلام، السلام ضدي، علي بده يقضي تراثي بده يمحي، واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة. ومين انتو لسه امتى خبرتو؟ اتصلوا قديش قتلتو وقديش قدمتو؟ امياتنا بيبكوا، ابياتنا بيشكوا، اراضينا بيخطفوا. انا بقولكم مين انتو؟ انتو خبرتو فدلا، احنا كبرنا فقر، مين كبر فوسع ومين كبر فجحر؟ صار في داعي عملتو منه اجرامي، وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش ببلادي. امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واعطيك خد تاني، كيف تتوقع مني اشكر الاذاني؟ تعرف ايش انت؟ قولي كيف دخياني؟ راكع ركبي وايدي مربطات، عيون بالارض وجثث مزتتات، بيوت مهدوم، عائلات مشردات، اطفال يتيمه، حريه بكلبشات. انت امر، انت قتل، احنا بنقبر، ما علينا بنصبر، وجعنا بنصدر، اهم
شيء انك تحس بامان. اتريح وسيب لنا الالام, ما هو دمنا دم كلاب. حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب. لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي. يعني عم نشوف انه هناك في ظهور اقل لفريق الدام اللي كان كل اثنين وخميس نسميها موجود بالشاشات على شاشات التلفزيون الإسرائيلية. بحبش كتير أكون بمقابلات بالجرائد هدول أو بالتلفزيونات هدول, عشان ده أنت حاليا بالتلفزيون هذا بالتلفزيون هذا مش حابه. لا بالتلفزيونات هدول مش كتير بنحب. إنه دائما بتشوف في أشياء اللي هم حكي زيادة بزيتوه بعد المقابلة قبل المقابلة بالمقابلة بيجيبوك كأي شيء. طيب كافي تطلع من التلفزيون كم من عربي يجي يقول لك وقال كيف ما سكتش كيف ما سكتش. أنا بحب بتعصبنه منه وبنهره. بما إنه إحنا بنحكي بطريقة مختلفة من ما هم تعودوا عليها, هم مناح معانا وناس يعني فيش زيهم. لما إحنا نكون مناح ونكون بس هممنا كيف نحط لهم الحمص على الطاولة ولا نزبط لهم السيارة ولا هاد, لما إحنا نوقف ونحكي هنا أنا عندي حقوق وهنا عندي هاد, فساعتها الصورة بتختلف. إحنا اخترنا نعمل انقلاب معهم, هم ما عجبهم مش الاشي. بيسموها العين الحمراء هاي بتخيل أنا, بس مش عن زعرنة وعن هبل وعن تعرف بطبش الدين. لا إحنا جايين عارفين إيش بنحكي, متأكدين من اللي بنحكي وعين على اللي بالموضوع هذا, بدنا نحكي وعيين اكثر منهم. انا بتخيل كل عربي هون اللي هو مولود يتعلم كيف يعيش, وهم ماخذين الاشياء يعني اخشي امريم يتسلهم كي مفم الاف يعني. فبتخيل انه احنا واعيين اكثر بالمعنى تبع النضال يعني. حتى البني ادم حتى العربي المش سياسي والمش وطني بيناضل يوميا, هذا انه كيانه هنا عايش وكانوا يضلوا صراع البقاء الحياه, هذا اللي بيشتغلوا من الصبح لليل عشان يدبر هالاكل من قرش يعيشه ومرته واولاده, هذا اسمه نضال. واحنا متعودين واعيين منيح منيح بالمعركه صراع البقاء هاي اكثر منهم. I believe that history taught us how to deal with those problems. First step is for the occupiers, Israel, to admit exactly about what happened in the 48, how they took the land and everything, and to bring the testimonies of the generals that made those crimes back in the 48 until this day, and to bring the testimonies of the victims to talk. Like everybody, every European, even every American who feels bad, he needs to lay down on the couch and on the sofa and tell the shrink what he feels. It's good to let it out and for people to listen to you. So we should do it too. And apologize. We've been raped mentally and physically since 1948, and nobody and every time we scratch the back of the raper, we being accused of being terrorists. اوكي صرنا نحكي اليوم عن قضايا عالميه, قضايا عربيه, قضايا سياسيه, بس برضو ما استغنتوش عن مشاكل اللد. مشاكل اللد ما استغنتش عنها طبعا, بس المراجع انها بطريقه اللي هي اكثر سخريه يعني, بنضحك على الموضوع اكثر, بارودي زي ما بسموها. شو بتقولوا غاد؟ في اغنيه اسمها عنا بالحاره, وهاي عملناها مع واحد من فرنسا اللي هو بيحكي على الحاره تاعتهم اللي لقيته المغربي بفرنسا. واحنا بنوصل ايش 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 بيصير عندنا بالضبط. انا البيت تبعي تاع مع بعض نلف في بلد اللد, في شهادة بس ما في كيف نعلقها بعد هدد البيت. طيب كيف نفوت ومين يسوق؟ اذا في لدادو بالسياره اكيد بوليس بيسوق. ضمني على الصدر, الوضع بده رضع بالحاره. اذا حساب البنك تحت الصفر بيصير في ثلج بالحاره, ثلج هذا الكريستال الكوب. اذا حساب البنك تحت الصفر في ثلج بالحاره, مع كاش توكل بشي فجاه سي 500. اذا مش محامي اكيد تعرف كتير محاميه. هل صاروا يطلعوا عليك بعين تاني او دير بالك او بالله؟ صاروا يطلعوا علينا تعرف. بالنسبة لموسيقى الراب, في هناك بعض الناس اللي توقعوا نجاح لهاي الفرق أو لهذا النوع من الموسيقى لا سنتين ثلاثة أربع سنوات يعني ماكسيموم. الناس هي ممكن تفكر أو فكرت إنه هاي موضة وراح تمرق, بس إحنا بالنسبة لنا كدام إحنا أخذناها كطرية حياة. إحنا كنا نسوي إشي بنحبه, وعشان هيك عملنا لسبع سنين ولهلا بنسوي إشي اللي بنحبه, وراح نكمل فيه لوقت المطلوب لحد ما نحقق أشياء اللي إحنا حطيناها كأهداف لنا. وبظن هذا سر النجاح تاعنا يعني, إنه إحنا حبينا الإشي منسويه, وكان إشي يعني عشناه بالحياة اليومية تاعتنا. موسيقى نفسها صارت مسيطرة على الكل, وهذا مش إحنا اللي عملناه, إحنا قسم اللي كنا مسؤولين نترجم هاي المعادلة هون عندنا بالبلاد.
ولا إشي كان قبل. فلسه يعني ولد صغير لسه ما بداش يمشي، هلأ بدا يمشي بس بعد الألبوم هيك أنا بشوفه. جوع، ضلك جوعان، تقدرك تأخذ كل مشروع تقول هذا أول مشروع، هذا المشروع الأول تبعك يعني؟ كيف لو حبيجي متحمس على أول مشروع، كل مشروع لازم تاخده هيك، هيك حسب رأيي أنا يعني. وهيك إحنا هيك إحنا بنتعامل مع الأشياء، جوعانين وبدنا الأشياء هاي. من وقت وقت البنات، من وقت ختان الشهوة، لوقت وقت الرأي ولوقت ختان الشهوة. فريسة لما ضعيفة هيش تحكي لحالها بعذاب، تسعة أشهر وإحنا بنطلع نبكي. ارجع للسيرة، بصمات آدم على الجريمة، وصابع الاتهام على حواء. غريبة، غريب أكتر إنه إحنا منعين الحرية عن الأنثى، الحرية نفسها أنثى. الكل يحس بس راح يطلع حس، الكل يحس بس راح يطلع حس، الكل يحس بس راح يطلع حس، ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس. الألبوم الجديد اللي أصدرته بالفترة الأخيرة طبعا كان في شركة من الخارج اللي أصدرته، تحكي لنا شوي عنه تامر. طلع طريق شركة اللي هي اسمها ريد سيركل ميوزك بأوروبا بأمريكا وكمان شوية باليابان، وطريق شركة اي ام اي عربيا اللي هو بالدول العربية. فوصلنا عمليا اليمن والمحلات، ضل هلا نقدم الكليب. الشيء الحلو انه هذا اول البوم بيطلع للراب العربي، البوم اللي هو من داخل فلسطين بيطلع للعالم كله، بنباع بالعالم كله، بتروح على كاكين بالعالم بتلاقي البوم دام اهداء، فهذا افتخار لنا كمان. والبوم اللي بيجمع كتير اشياء، بيجمع كتير ثقافات، بيجمع كتير آلات، بيجمع كتير افكار، وهو طبعا طبعا لقدام. علاء وطننا، عماد وطننا، اكتوبر الاسود اثبت انه الاياد بدمنا، اذا الكل فيهم وليد تحت الاحتلال، كيف مش رامي الماضي برامي حاله كسيف الماضي، يعارك سلاح الحاسب ضمنا مي، يقتل الصوت المسلح برصاصه الحي، ودمعة الام تصيح انا اسيل عخد عرب محمد والمسيح، يا جبل ما يهزنا ريح، نضل رامز القومية وسام الحرية، شعلة اجداد دمور الروح الشبابية، انا غريب ببلادي لكن احمد ربني متمسك بتراسي، دوني خاين عربي الداخل 48، ويدك عراسك احنا جذور فلسطين لطول العمر. لوين نارو لوين نارو الغربة احتلت داري قتل الروح. رح انهي هذا اللقاء بنفس السؤال اللي سألتكو اياه قبل حوالي 7 سنين، وهي المرة عن جد فكروا بالسؤال، من هون لوين؟ وقتها كنا بالضبط قبل 7 سنين، وقتها بالضبط بدين شوي شوي بالبلاد حفلات نظبط حالنا صح؟ وهلا انت بالضبط جاينا بفتره اللي بالضبط مرئين بالضبط فتره انه صرنا عاملين اكثر من حفله باوروبا ومزبطين حالنا شوي باوروبا، وهلا بدنا ندخل على العالم العربي. فلوين تعال نقول انه ان شاء الله المره الجاي الالبوم تبعنا يطلع من شركه تبعتنا، وهذا هذا اللي انا بتامله الحقيقه. دائما بنطمح لفوق يعني، مش لو 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 فيش عندي ايش احكي كمان، وفيش عندي لو خلص بوقف اكتب، بوقف بوقف اغني وهذا، بس لسه في عندي نبض للموسيقى للهيب هوب، وفي عندي كلام احكي، وفي عندي موسيقى جددها. لا وضع اللي نطلع البوم كل ما بنقدر، كل ما مشروع يجيب، كل ما برسنا يجي افكار لمشاريع يكون عندنا الامكانيات نعملهم، نضل نعمل اشياء اللي بنحبها. هذا هذا جواب اللي ولا مرة بقدر يعني تيجي تنقضني فيه كمان 8 سنين، بارك انا بطل احب الراب كمان سنة بعمل اشي غير بحبه. جابالي يكون عندنا شركة اللي فيها نطلع فنانين لبرت البلاد اكتر، ويكون يكون صناعة زي ما في هون عندهم هيليكون، زي ما عندهم هيدرت سي، زي ما هناك في روتانا، بدنا احنا هيك برضو هنا. جابالي هذا الاشي كتير.